دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. رجعنا لكم مره تانية معنا دلوقتي مع استاذ الدكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. اهلا بك يا دكتور. سؤال النهارده بيقول: سبب تاخر الحمل رغم سلامه الزوجين، وايه الحل الامثل لو الزوجه سنها متقدم؟ لا، ما هو احنا دلوقتي احنا يعني في الملفات بتاع تاخر الانجاب، ما هو قرابه ال 30% هم تاخر حمل غير معلوم السبب. وتاخر الحمل غير معلوم السبب علاجه هو حاجة واحدة بس، الوقت. يعني صح. ايه الوقت يا دكتور؟ يعني انت لست في حاجة الى اجراء طبي متمثل في تنشيط المبيض وتسليك، بس الوقت لو هي بقى كبيرة في السن. حلو جدا. عشان كده فهو عند النقطة بتاعت الوقت، هي انت لما بتعمل حقن مجهري للستات سواء متقدمة في السن او مش متقدمة في السن. متقدمة في السن يعني كم سنة؟ فوق الـ40. اوكي، فوق الـ40 لا يعرف تأخر الإنجاب بالوقت، يعرف تأخر الإنجاب بالحاجة. في ناس مش فارقة معاهم، وفي ناس يقول لك لا، أنا مش هستنى لما أتقدم بيها العمر. ولكن 40 زي 41، 41 زي 42، و42 مش زي 43، و43 زي 44. يعني أنا أقسم فوق الـ40 من 40 لـ42 وأي حاجة فوق الـ42. فلو جت واحدة ست متجوزة بقى لها 6 شهور وسنها 42 سنة وجايبه معاه مخزون مبيض، بتقول لك مخزون المبيض بتاعي قليل، الحقني يا دكتور، انا عايز اعمل حقن مجاري، مش هو ده العلاج الامثل. لان هي بتندرج في مجموعه اسمها تاخر حمل غير معلوم السبب، لو افترضنا انها تاخر حمل غير معلوم السبب. ولو هي عندها مخزون المبيض قليل وسنها 42 سنه والانابيب سليمه والحيوانات المنويه سليمه ومخزون المبيض قليل، فلن تعرف بتاخر حمل بسبب ضعف المبيض. اوكي، هي تعرف، واخد وصل الجمله دي، هي هتعرف بتاخر حمل غير معلوم السبب. انا هعيد الجمله دي تاني. 42 سنه، تحليل السائل المنوي كويس، قرعات فالوب سليمه، المخزون قليل، وهي عندها تاخر انجاب. كده بقى اسمه تاخر حمل بسبب ولا من غير سبب؟ نحي من المعادله المخزون وانسى المخزون، لانه اي واحد ست فوق الـ40 سنه هيبقى المخزون عندها بيتذبذب. مش شرط ان هو يبقى وحش. أوكي. ومش شرط ان هو يبقى سليم، ولكن عادي ان جزء كبير منهم يبقى المخزون عنده قليل. هؤلاء السيدات احنا بنعرفهم تحت تاخر حمل غير معلوم السبب. اوكي، انما تاخر الحمل غير معلوم السبب، الروعه او الميزه او احسن اهم حاجه في عمل الوسائل المساعده للانجاب في هؤلاء السيدات هو حاجتين: رؤيه اللقاء بين البويضه والحيوان المنوي، وشكل الجنين الذي يتكون من ناتج هذا اللقاء في رجل وامراه. احنا مش عارفين نتهم واحد منهم بانه السبب. ادي واحد. اوكي. اتنين، انه الجهاز زي ما بيقولوا الجهاز التناسلي عند المرأة هو ليس فقط شكل، يعني ما هوش اناتوميكال ستراكتشر، يعني ما هوش شكل الرحم فقط، ولكن هو شكل ووظيفة. وهناك جزء كبير من وظيفة الجهاز التناسلي هي متذبذبة من شهر إلى آخر. طبعا، لأنه حتى الست اللي عندها عيال وبتحمل طبيعي، ليس بالضروري ان هي طالما طلاقت مع جوزها وحدث جماع في وقت التبويض دون اخذ اي علاجات او ادويه او اجراءات توقف عمليه حدوث الحمل اللي هي الوسائل المساعده للانجاب، انها تحمل. يبقى ده معناه ان مش كل واحده ست عندها بويضه، مش كل واحد عنده حيوانات منويه لما هيقابلوا بعض هيجيبوا عيل. فلانه في نسبه لحدوث الحمل من اللقاء الطبيعي بين الرجل والمراه. فلو احنا جينا قلنا انه عندنا تاخر حمل غير معلوم السبب في سيده بدا يتقدم بها العمر بصرف النظر عن المخزون قليل ولا عالي او طبيعي، هؤلاء السيدات عمل حقن مجهري بيخليك تشوف اللقاء بين البويضه والحيوان المنوي، وتنتقي الاجود من الاجنه، وترفع من قابليه الجسم لالتصاق الاجنه، وتهبط من النشاط بتاع الجهاز المناعي داخل الرحم،
وبالتالي بتعلي في فرص الحمل من أي من هذه الإجراءات أو الوسائل. بشكرك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. بشكر أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب على وجوده معنا النهاردة.